السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الثامنة. كل سنة وحضراتكم طيبين، معكم محمد الغيطي، والنهاردة ليلة العيد. أوعدكم إن شاء الله في فقرة غنائية مع فرقة رائعة من الفرق الموسيقية اللي يعني لها جماهير في كل مكان وبتحيي حفلات في كل أنحاء مصر، وإن شاء الله يبقى معنا مجموعة من الأصوات الرائعة اللي تعجبكم إن شاء الله، ونقضي سهرة جميلة. إلى أهم عناوين أحداث اليوم: التضامن تعلن زيادة عدد مراكز علاج الإدمان وخدمات الدعم النفسي والخط الساخن ب 17 محافظة. وفاة الطالبة آلاء حافظة القرآن بحبة الغلة يشعل السوشيال ميديا. ضربات قاسمة لتجار كيف قبل العيد، والقبض على راكب قادم من اليمن بحوزته مخدر الايس. البترول تنفي شائعات وجود بنزين مغشوش في المحطات. واخر تطورات الحاله الصحيه لياسمين عبد العزيز وخروجها من العنايه المركزه. اخيرا اعدام تاجر منفلوط الذي اغتصب ابنه شقيقه حتى حملت سفاحا. وصورة اليوم: عجل حمو بيكا يشعل السوشيال، وفيديو اليوم فيضانات ألمانيا. إلى التفاصيل. اهلا بحضراتكم. النهارده وزاره التضامن اعلنت على لسان الوزيره نيفين الاباج بانه في مراكز علاج ادمان يعني باعداد منتشره في محافظات مصر، بالتحديد في مراكز رئيسيه وفرعيه في حوالي 17 محافظه. وقالت انه كمان في خط ساخن، يعني اي حد من الاسره عنده فرد يعني عنده مدمن او بيسبب ازعاج للاسره بسبب الادمان بيتواصل اكتبوا يا جماعه الرقم ده، الخط الساخن 16023، يعني 16023. ايضا عمرو عثمان مساعد الوزيره رئيس او مدير صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي قال انه في فريق متخصص على مدى 24 ساعه بيرد على هذا الخط الساخن ويرد على المكالمات وبيسجل بيانات الراغبين في تلقي العلاج في سريه كامله. ده مهم جدا. الرقم يا استاذ وليد 16023 ده رقم الخط الساخن لعلاج الادمان او الاسر اللي عندها حاله مزعجه او حاله لمدمنه وعايزين علاج. وبيقول ان الخدمات العلاجيه اللي بيقدمها الصندوق من خلال ايضا مستشفيات متخصصه عامله بروتوكول مشاركه مع الخط الساخن، وبيصل عددها ل 27 مستشفى ومركز علاجي متخصص في علاج الادمان. وقال ان هناك اجراءات وقائيه بيتخذها الصندوق تسمى برامج حمايه المتعافين خلال فتره العيد. ده كلام مهم جدا، خاصه وان هذه الفتره تعد من الفترات شديده الخطوره لدى مرضى الادمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وان الكثير من الدراسات والابحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال ايام العيد والعطلات الرسميه، وانها احد العوامل الرئيسيه لانتكاسه المتعافين. يعني ده كلام واعي جدا الحقيقه، انا بشكر عمرو عثمان عليه. وان هو في فترات العيد الادمان بيزيد، فترات العطلات الإدمان بيزيد، فهم عاملين حسابهم لده. عشان كده تذكر برضو أي حد في مرحلة التعافي في العلاج عشان ما ينتكسي يتواصل مع 16023. برضو الحكومة من خلال مجلس المرأة عاملة خط للتحرش الجنسي أو شكاوى التحرش من النساء خلال العيد 15-11-5 15-11-5. في بعض الحوادث النهارده الحقيقه اللي ازعجتني جدا، منها مثلا انه ودي حاجه انا عايز اقف قدامها، يعني قريه بكاملها كانت فرحانه بحافظه القران آلاء حبيب، و معانا صورتها. وهذه الشابه كانت في احتفالات الرئاسه كانت بتقرا قران وكانت فخر أسرتها وفخر عيلتها. فجأة أسرتها أعلنت أنها خدت ما يسمى بحبة الغلة القاتلة، الحبة القاتلة. هتقولي صورة الحبة دي كده يا جماعة؟ أنا بقى عايز أقف عند موضوع الحبة ده.
احنا بقالنا سنين بنتكلم في موضوع الحبه ده. اكتر حالات انتحار الفتيات في الدلتا خصوصا في كفر الشيخ والمنوفيه والدقهليه محافظات دلتا هي بالحبه دي، اسمها حبه الغله القاتله. الحبه دي الفلاحين وغير الفلاحين اللي بيحطوا خزين لطول السنه شعير وقمح او غله زي ما بيسموه وغلال اخرى، يعني بيحطوا الحبه دي عشان تحمي الغلال دي من الايه، من السوس ومن الحشرات، وهي بخمسة جنيه الحبه دي، ومنتشره جدا وبتتباع في كل حته بلا رقيب بلا متابعه. انا بقى هتجنن من حاجه، ارجو من السيد وزير الزراعه يكون سامعني، من السيده وزيره الصحه، من الساده المحافظين، احنا اكتر بلد في العالم الفتيات بتنتحر في الريف بتناول هذه الحبه، سهله جدا. اول امبارح طفل شاب في ثانويه عامه خدها مات انتحر، قبل كده بنت ثلاث شقيقات مره واحده. يعني انا تقريبا كل اسبوع حالات انتحار بسبب هذه الحبه. الحبه دي بتموت خلال 20 دقيقه زي ما بيقول الخبراء، لانها مد فيها مواد سامه بتعمل شلل في اعضاء الجسم، بتعمل توقف للقلب بعد دقائق. طبعا الأسرة بتاعت البنت يعني الله يرحمها بقى انتحرت ولا ماتت كده الله أعلم، الناس زعلانة عليها على البنت دي اللي هي حافظة القرآن كاملا، وكانت بتقرأ قرآن في على اليوتيوب وعلى الشاشات وفي المناسبات الوطنية، وكانت مميزة جدا. هل تناولت الحبة اكتئاب؟ هل تناولتها بالغلط؟ أبوها بيقول بالغلط، البعض بيقول لا ده هي انتحرت، ما نعرفش. بس دي مش قضيتي، أنا قضيتي إزاي نتخلص من موضوع انتحار الفتيات والبنات. اي واحد حتى الستات المتجوزين زعلانه من جوزها تقوم واخده حبه وتقوم ميتها، بقت اسهل طريقه واسرع طريقه لايه، للموت ولعزرائيل، الحبه القاتله. هاتولي صورتها يا شباب. انا معايا الدكتور وليد ندى مدير مستشفيات الزقازيق، يقول لي ايه موضوع الحبه ده وبتعمل ايه. دكتور وليد اهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك والساده المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بخير. حضرتك طيب. عيد الأضحى المبارك. حضرتك طيب. الحبة دي بتعمل إيه؟ وأنا عايز أعرف ألا يوجد هناك حد يعني البنات بتنتحر بيها بمنتهى السهولة والشباب؟ يعني الأول طبيًا وعلميًا الحبة دي إيه وبتعمل إيه وبتموت بسرعة كده ليه؟ الحقيقة الحبة اللي هي مشهورة باسم قرص الغلة. هي مركب من فوسفيد الالومنيوم. هذا المركب طبعا معروف منذ فترات وسنوات عديده انه بيقاوم الافات والتسوس في مخزون المحاصيل الزراعيه. وخاصه القمح زي ما اشرت سيادتك. سعرها طبعا رخيص جدا دون الخمس جنيهات. وطبعا احنا بنستقبل الحقيقه حالات ادعاء تناول لمثل هذه الحبوب. يعني احنا يمكن مسجلين احصائيه في سنه 2020 27 حاله. بخلاف طبعا الحالات اللي بترد الى ده اللي وصل لحضرتك أخرى. بس 27 حاله منتحرين، الاعمار من كام لكام؟ الاعمار الحقيقه فئه عمريه خطيره جدا، اغلبها اطفال دون ال 18 سنه. يا لهوي. وقله فوق ال 18، يعني لو قلنا 80% دون 18 سنه و 20% فوق ال 18. مشكله الحبه دي سيادتك ان اولا سهل الحصول عليها، سعرها رخيص. يا اما بيتم شرائها من المحلات او في اخواننا في الارياف ممكن يحطوها في مكان معين، والفتيات زي ما سعادتك اشرت ان اغلب الحالات فتيات ممكن يحصلوا عليها بسهوله. الحقيقه للاسف الشديد هذه الحبه لما بتوصل الجهاز الهضمي بتمتص بسرعه رهيبه جدا. وبتطلع حاجه اسمها غاز الفوسفين، غاز الفوسفين ده اللي بيطلع نتيجه هضم هذه الحبه في المعده في فتره اقل من ثلث ساعه. بيأثر تقريبا على كل اعضاء الجسم. يا لهوي. واشهرها القلب والمخ والكلى. بيقولوا بتعمل شلل تام يا دكتور. بالظبط، يعني نقدر نقول ان غاز الفوسفين ده لما بينطلق من المعده ويصل الى الدم تقريبا بيصل لكل اعضاء الجسم، ونسبه الوفاه تصل الى فوق 95% في خلال ساعات محدوده. هي الحبوب دي صناعه محليه يا دكتور وليد ولا دي مستورده؟ لا صناعه، اغلبها صناعه محليه حضرتك.
يا سلام. لان فوسيل الالومنيوم دي مواد الحقيقه هي مش ماده وحيده، احنا عندنا الحقيقه عشرات المواد السامه تمام بتستخدم في اماكن كتير يعني. وبس قرص الغله ده المشكله فيه ان نسبه السميه فيه عاليه جدا، والوفيات زي ما قلت سعادتك بتصل فوق ال 95%، وسعره رخيص جدا، وللاسف الشديد ملوش علاج فعال حتى الان، فاصبح الوقايه هو السبيل له. وهو الحقيقه الوقايه فيها كذا شق، هو الشق الاساسي في وجهه نظري هو شق اجتماعي. نعم نعم. ان احنا عايزين نفعل الدور الاجتماعي والتوعيه وسط هذه الاوساط، وخاصه ان اغلب الحالات من اخواننا في الريف وقرى الريف. صحيح. عايزين نوصل ليهم عن طريق الجهات المعنيه. نعم. منظمات المجتمع المدني، لان اغلب الحالات اللي كانت واخده الحبايه ما كانش قصدها الانتحار. كان قصدها نوع من الضغط الاسري، نوع من التخويف. تخويف. بعض المفاهيم في الارياف. حضرتك في ثلاث شقيقات، يا ريت يا شباب جيبوا لي الصور، ثلاث بنات اخوات شقيقات كانوا مخطوبين وزعلوا مع الخطيب، فقال لك احنا ناخد حبايه نروح المستشفى عشان يشوفوا احنا، ماتوا الثلاثه يعني. ما هو للاسف الشديد سعادتك اغلب التناول هذه الحبوب مش مقدرين خطورتها. صحيح. وبيستخدموها كنوع من الضغط العائلي. ده حقيقي. اشكر حضرتك على هذه الاناره والاضاءه يا دكتور وليد ندى، وانا اضم صوتي لصوتك وبأناشد لجنه الزراعه في البرلمان اصدار قانون بمنع تداول هذه الحبوب، مفيش حل غير كده. ويبقى في وسيله لحفظ الغلال غير الحبوب، مع انه دلوقتي دي موت يعني، حبايه بتموت، ملهاش علاج زي ما الدكتور قال، ملهاش علاج. يعني حبايه المفروض انها تحفظ الغله او القمح عند اخواننا الفلاحين، الولاد بياخدوها يموتوا في نفس بعد دقائق زي ما قال الدكتور. فلازم قانون من لجنه الزراعه في البرلمان، دي وظيفتكم يا جماعه يا بتوع لجنه الزراعه. قبل العيد طبعا زي ما انا قلت في الاول انه تجار الكيف بينشطوا وبيعني يطلع لك بقى انواع مخدرات. قال لك في اسماء غريبه، مش عايز اقول اسماء يعني، بس هتلاقي اسماء زي يعني لا انا الاسماء عجيبه، مش عارف اقولها يعني حاجات، يعني الحاجات اللي ممكن تقال صباحيه مباركه، يعني منزلين اسم حشيش كده صباحيه مباركه، مباركه تونيتي صباحها باب للي بيتعطاه اساسا. فقال لك في انواع جديده بقى، خدوا بالكم بقى، في الاستروكس طبعا والايس، وطبعا غير بقى الحاجات التقليديه الهيروين والكلام ده. اما النهارده الجهود الامنيه الحقيقه مشكورين وزاره الداخليه. خبير انت بيقول لي والشاب، والله العظيم ما اعرف ايه الشاب ده. ضبط 1490 قضية مواد مخدرة، بانجو وزينت ايزينت دي معرفش، 187 ألف كيلو يا لهوي، و100 ألف كيلو حشيش مخدر، و28 كيلو هيروين، و18 كيلو استروكس، و130 كيلو ايس، و815 جرام فودو. فودو ده فظيع، ده بي يعني ده على عزرائيل على طول، ده فودو ده بيخلي، انا شفت يوتيوب مرة اللي بيتعاطاه بيمشي على راسه ومؤاخذة يمص الجزم وياكل التراب ويخش، يعني حاجات غريبة كده، بيعمل حاجات عجيبة يعني الفودو ده. وقال لك طيب دي حاجات في الحاجة الجهود الأمنية خلال أسبوع، مئات الكيلوات، 100 ألف كيلو حشيش يا لهوي، إيه الأرقام دي؟ ومئة تسعة وإيه ده؟ إيه الأرقام دي؟ قال لك بقى في راكب يمني هو جاي حط بقى، عمل حركة غريبة جدا في مطار القاهرة، حط مخدر الايس. الايس ده برضو فيديو شفته، فيديو انا عامل زي الحاجات حبيبات بيضة كده، زي الكريستال الابيض، زي الشابة البيضة الصغيرة، الشابة دي كنا بنحطها في المية زمان فاكر الله يرحمه جدي. ادي الايس، حطه فين بقى هذا المجرم؟ حطه في وسط البهارات، حطه في وسط ايه، الحاجات زي الكمون والمش عارف الحاجات بقى، البهارات بقى والحاجات انت بتلاقيها عند العطار دي، والفلفل الاسود والملح والبتاع والبهارات دي، حط جواها الايس صغير بقى لانه شكل برضو الشابه. وقال لك بس ما شاء الله يعني الامن في مطار القاهره يعني ما شاء الله يعني جابه يعني مدخل كميه. والشاب ده برضو الايس ده برضو من نوع من هو قريب من الشاب قاتل من المخدرات.
يعني لا يقل عن الهوريين، قاتل وقاتل ومدمر للأجهزة وبيعمل حالات هلوسة. وأبشع شيء في كل أنواع الزفت الهباب ده، ربنا يعافي المجتمع المصري كله، إنه بيقتل العقل، بيقتل المشاعر، بيجعل المدمن يرتكب أي جريمة، يستبيح أي جريمة، يستبيح الدم، يستبيح الشرف، يبيع أمه، يبيع أخته، يبيع نفسه من أجل المخدر. هو ده يعني أنا بعتبر، يعني بعيدا عن حرمانية أن أنت بتنتهك جسمك اللي ربنا ادهولك وما بتحافظش عليه، ولا تلقوا بأنفسكم التهلكة، لكن أنت أنت بينعدم لديك خط الأخلاق والضمير، فبترتكب أي حاجة، بتصبح الفواحش بالنسبة لك ولا شيء، خلاص الضمير مات، القلب مات، العقل مات، فتقتل، تذبح، تعمل أي حاجة. ودي الكارثة في موضوع الإدمان. فأرجوكم ربنا يعافي شبابنا وأسرنا، خدوا بالكم من ولادكم، خدوا بالكم من ولادكم. ادي اليمني. طبعا عشان كده انا عجبني مبادرة على شاطئ اسكندرية تحت عنوان لا للمخدرات لا للكحوليات. انا عجبني قوي هذه المبادرة اللي عاملاها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل وزارة السياحة بالاسكندرية. هاتوا لي الصورة او الفيديو كده يا شباب. لا للمخدرات لا للكحوليات. ارجو ان ده يبقى شعار كل المصايف في الأجازة، أتمنى. محافظ القاهرة قال إنه إلغاء كل أجازات الأطباء وطوارئ المستشفيات خلال العيد، وحاطط تليفونات، ما تحطونا يا جماعة التليفونات دي، الطوارئ في طيب ماشي. من الحاجات برضو اللي ضايقتني إن طالب طب، ودي برضو أنا أعتقد لها علاقة بالإدمان، يعني رغم إن ما فيش تفاصيل بتقول الكلام ده، بس أنا عندي إحساس يا إدمان يا لعبة من ألعاب الموت. طالب طب متفوق يكتب نعي لنفسه على الفيسبوك ويروح ينط في الهويس وينتحر، فدي وراها حاجة. من الحاجات اللي اهو ده طالب الطب، يعني ما ينفعش، هو كتب طبعا، كاتب على صفحته الإنس والجن يموتون والله إلا يموت، وكاتب إنه يعني بينعي نفسه قبل أن ينتحر، في وراء حاجة. ده من الحاجات اللي عجبتني ان في طبيبة مصرية، احنا يا جماعة عشان اقول لكم بس ان المصريين في اي مكان في العالم فخر هذا البلد، سواء رجالة او ستات، وكل المجالات عبقرة وبنائين، وشايفين هاني عازر عامل ايه في المانيا، وفرانسيس في ايطاليا، وشبابنا اللي بيتفوقوا في كل مجال في العالم. برضو في دول الخليج، السعودية فيها اكبر جالية مصرية، يعني في العالم كله اكبر جالية مصرية خارج مصر هي في السعودية، 5 مليون او 6 مليون، بعض بيقول 7 مليون، اي مكان يعني. فمعظم المجالات بيبنوا بيدوا بيعطوا بيخدروا بيطوروا بيساهموا في تطور وتقدم المجتمع السعودي. عشان كده اما نلاقي دكتورة هالة الشافعي قضت 31 سنة في خدمة الطب والصحة في منطقة ابها في السعودية، وهي ماشية شوفوا العياط بتاع الأهالي، ده بقى يعني هو ده المصري، ودي الست المصرية لما بتدي ولما بتبني ولما بتخدم بإخلاص، المقابل بيكون إيه؟ إن الناس بدموع ومش عايزين يسيبوها، وهي لابد إنه الطير يرجع لعشه، يعني المصري بيرجع لوطنه، المصرية بترجع لبلدها. فإنما هم ما كانوش صدقين. في التعليقات عليها تعليقات الحقيقة انت تقراها جسمك يقشعر قد ايه الست دي كانت عظيمة وخدومة، واحنا هنحاول نجيبها، بنحاول نجيبها على التليفون. يعني الدكتورة هالة الشافعي انا بحييكي، خصوصا الاهالي المدينة ابها بيقولوا انها كانت بتشاركنا افراحنا واحزاننا وهمومنا ومشاكلنا، وانها يعني ما كانش في احلى من كده ولا اعظم من كده. هيئة البترول النهاردة نفت وجود بنزين مغشوش في محطات التموين، وطلعت بيان قالت ان احنا من خلال بندي شهادات مطابقة للمواصفات لكل محطات البنزين، وبنعمل تحليل في كل المحطات، وبنعمل رقابة، ومفيش ولا محطة ثبت فيها ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الشائعة. هاخد فاصل، وعايز اقول لكم قبل الفاصل، فاكرين رسام الكاريكاتير الدنماركي اللي عمل رسوم مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام؟
مات النهارده. شوفوا بقى اللعنات عليه من العالم الحقيقه، خصوصا انه كان عنصري جدا. هو عند ربه بقى يحاسبه، لكن هقول لكم تفاصيل قصته بعد الفصل. فصل ونعود والثامنه. اهلا بحضراتكم. كنا بنتكلم قبل الفصل عن الطبيبه المصريه اللي تم تكريمها في ابها في السعوديه. كنت بقول لكم المصري في كل مكان مسار فخر، ودي قوتنا الناعمه وقوتنا الحقيقيه، هو العنصر البشري. في دول طلعت لقيت فيها ذهب، فيها بترول، فيها مش عارف ايه، فيها ايه. مصر بشرها هم قوتها، بني ادمينها هم قوتها، وبيثبتوا ده في كل انحاء العالم. يعني اما اقول لكم انه في احصائيه رسميه من امريكا انه 15% من التطور التكنولوجي قائم على علماء مصريين في امريكا. وانا قلت لكم نماذج، يعني مش بس مجدي يعقوب وابراهيم السيد وغيره وغيره والاسامه الباز واسمه فاروق الباز لا، في اسماء كتير جدا جدا جدا. الراجل اللي عمل التامين الصحي، انا قابلته مره عملت معاه حوار، ابهر العالم، عمل التامين، نظام التامين الصحي في اليابان وفي الدول الاوروبيه. نفس الحكايه لما رئيس ايطاليا يستقبل عالم اثري مصري صعيدي من ارمنت، هو الدكتور فرانسيس امين، ويمنحه اعلى وسام في ايطاليا. وهو معانا على التليفون. طيب يا دكتور فرانسيس، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. انا بحييك وبهنيك وبقول لك احنا فخورين بيك. ده الشرف كله ليا يا فندم. قول لي بقى، يعني احساسك ايه لما اعلى يعني منصب في ايطاليا، رئيس دوله ايطاليا سيرجو ماتاريلا وزير الخارجيه، احتفوا بيك ويدوك اعلى وسام نجمه ايطاليا؟ طبعا اتفضل يا فندم. اتفضل. طبعا ده نشعر بسعاده بالغه، وخصوصا ان احنا بقالنا فتره يعني 30 سنه تقريبا عمل جاد لتقوية العلاقات والروابط بين البلدين. هي طبعا قوية بطبيعتها وبتاريخها، لكن دايما لازم المصريين يساهموا في قوة هذه العلاقات الأزلية اللي بين بلدين حضرتهم كبيرة جدا. ده لأنه بصراحة أنا آسف، أنا ما كنتش متابع شغل حضرتك وأبحاث حضرتك، إنما لما بدأت وسائل الإعلام العالمية تتكلم عنك، يعني دك تصور إزاي وناوي تعمل إيه بعد هذا الاحتفاء العالمي؟ طبعًا هو يعني المسيرة كانت طويلة جدًا، وناس كتير ساعدتنا فيها، وجدت عدد كبير جدًا من الأصدقاء المصريين والإيطاليين، وبالمناسبة هناك آلاف من المصريين متخصصين في دراسة طبيعة العلاقات بين مصر وإيطاليا في كل المجالات، وخاصة طبعا في المجالات الثقافية. نعم. فطبعا احنا عندنا يعني هنا في مصر أكبر عدد يدرس لغات أجنبية تقريبا في كلية الألسن هم طلبة اللغة الإيطالية. فطبعا احنا في ناس كتير يعني في مصر مهتمة بهذا الموضوع، وده دفعنا خلال 30 عام ان احنا نتواصل مع الجمعيات المختلفة اللي بتهتم بالعمارة، اللي بتهتم بالأدب، اللي بتهتم بالشعر، اللي بتهتم بالثقافة، اللي بتهتم بالجانب الإنساني والمستشفيات وجمعيات الإسعاف وغيره وغيره. وده خلانا نشتغل كتير ان احنا نطلع كتب ونعمل معارض كتير عن عمق العلاقات المصرية الإيطالية. تمام، بشكرك وبحييك، واتمنى نلتقي وجها لوجه نتكلم بالتفصيل عن ابحاث حضرتك وانجازات حضرتك. كل الشكر يا دكتور فرانسيس. طبعا عندي شويه جرائم النهارده برضو، يعني احنا في عيد ومش عايز اغمكم بمثل هذه الاخبار، بس يعني في عجاله كده. انا باكد دايما على فكره الجيرة والحفاظ على الجيران والقرابة وصلة الرحم. يعني النهاردة العثور على جثة الطفلة هدى المختفية بالمنوفية وقتلتها زوجة عمها،
يعني برضو فكره انه طفله مالهاش ذنب، ففي ضغانه او في كراهيه ما بين الكبار. السلايف، مركب السلايف، مش عارف ايه مركب، بيقول لك في مثل كده غارت فتقتل الطفله، تتقتل بايد زوجه عمها برضو، ده مش عارف اسميه ايه يعني، بس برضو انعدام دين وانعدام اخلاق وانعدام ضمير. كنا اثرنا من فتره قضيه تاجر، وبرضو شوف دي طفله على ايد مرات عمها، هنا العم، دي في قضيه في منفلوط يعني، شوف دي في المنوفيه، دي في منفلوط، العم يواقع ابنه شقيقته وشقيقه وتحمل منه سفاحا. ده دي جريمه كانت انتشرت وكانت تتداول خلال الفتره الاخيره في جنايات المنيا. النهارده صدر حكم باعدام هذا الرجل الذي يستحق الاعدام، لانه المفروض ان دي في مقام بنته وهي عندها 16 سنه او 15 سنه ويمكن اصغر. وقعها بالتهديد وحملت منه سفاحا. النهارده خد اعدام يستحق، المفروض عمها لازم اخو ابوها، فاغتصبها وجعلها تحمل سفاحا، والنهارده صدر حكم باعدامه. امبارح لقيوا في شوارع اكتوبر برضو فتاة مقسومة نصين على طريق الواحات، والمباحث بتحاول توصل لسر هذه او لغز هذه الجريمة. في الطلبية في الهرم، سائق دفن زوجته مريضة السرطان سرا بعدما قتلها. دي برضو من ضمن الحاجات اللي زعلتني، يعني هي علشان مريضة هو مش قادر على علاجها، زهق منها، بدل ما فارقهم بالمعروف لا ده قتلها وهي مريضة سرطان ودفن جثتها، لكن طبعا انكشف امره واقتم القبض عليه. بما اننا بنتكلم بقى في برضه جرائم الريف والدلتا والجرائم والعنف ده، انا بعتبر انه من العنف بل من الارهاب ايضا انه تجوز طفله في الاعدادي. النهارده وانا مبسوط قوي انه في خط ساخن لنجده الطفل رقمه 16000. 16000 الخط ده أنقذ كذا محاولة زواج أطفال النهاردة في الجمهورية، منهم حالتين في الصعيد، ومنهم حالة في دار السلام، ومنهم حالة في برضو قرية في الدقهلية، أكثر من أربع حالات. لجنة حماية الطفل جنوب محافظة سوهاج برئاسة المهندس عبد المنعم عبد القوي أوقفت إتمام زواج فتاتين قاصرتين، إحداهما في تاني إعدادي والتانية في أولى ثانوي، لم يبلغوا السن القانوني. الطفلتين شقيقتين ولاد عامل، وكان بيجوزهم مخالفة للقانون. برضو ده من ضمن الجرائم، لأنه هو عايز يتخلص من عبئهم. فتاني إعدادي وأولى ثانوي يعني حرام، يعني مش ممكن يعني. طب إزاي يعني؟ إزاي إزاي حرام يعني. عايز أروح بقى الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز. النهاردة شقيق ياسمين أعلن أنها خرجت من العناية المركزة، وبيقول ادعوا لها، هي برضو لا تزال حالة خطيرة. ونفس الحكاية زوجها أحمد العوضي كتب نفس الكلام، وقال أنه هي خرجت من العناية المركزة، الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ومحتاجة العملياتكم. اللي أنا عرفته أنها يعني خرجت من العناية المركزة وأنها بدأت تفيق من الغيبوبة. وأخوها برضو وائل عبد العزيز قال وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لشقيقته التي تعرض لأزمة صحية خطيرة. وقال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نشكر سيادة الرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد كل المصريين على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله الشفاء العاجل دعواتكم. يبدو أنه ده عمل برضو ردود أفعال، الناس بدأت تتكلم يعني طب لو الخطأ الطبي ده تكرر مع ناس تانيين، طيب إحنا نضمن من إزاي أن إحنا نحاسب الأطباء دول. أنا كنت أتمنى أن نقابة الأطباء تطلع بيان النهاردة، خصوصا أن عمليات الأخطاء الطبية تكررت خلال الأونة الأخيرة. الأخطاء الطبية في العالم كله موجودة بالمناسبة، بس هي بتبقى لها نسبة، ربما تكون علشان برضو ياسمين نجمة فده تم تسليط الضوء عليها أكتر من الحالات التانية. لكن في حالات العوضي قال أنه بطلب الدعوات، وأنه ما تصدقوش أي حاجة منتشرة على مواقع التواصل
الاجتماعي. انا قلت لكم الراجل اللي اللي هو رسام الكاريكاتير الدنماركي كيرت ويسترجارد ده مات النهارده. في ناس كتير يا جماعه خلاص بقى هو عند ربه، ربنا يحاسبه، بس هو اساء برسوماته للنبي عليه السلام، واساء لينا كمسلمين، واساء واستفز العالم كله، خصوصا ان هو لم يشتهر الا بعد هذه الرسوم ما طلعت ورسمها في الصحافه الدنماركيه. وكانت في محاوله لقتله عن طريق رجل صومالي مسلح بسكين، لكنه وصل لمنزله لكنه لم يقتله. مات عن 86 سنه بعد صراع طويل مع المرض، وكان بيعيش تحت حمايه الشرطه في عنوان سري. في موضوع عامل دوشه، الشاب اللي كان في غيبوبه على السوشيال ميديا في العالم، شاب اسباني صحي قال لك انا كنت في غيبوبه وصحيت لقيت نفسي في سنه 2027، مشيت في الشوارع في اسبانيا لقيتها فاضيه والعالم انتهى. فده يعني ده خلى يعني غزه شهوه النهايه، في فكره كده دايما يتكلموا في نهايه العالم نهايه العالم. فبدا الناس تتكلم يقول لك ده معناه نهايه العالم سنه 2027، وبداوا يعرضوا فيديو، هو الولد بيعرض فيديوهات ان هو نزل في الشوارع دي سنه 27، دي شوارع معروفه في اسبانيا، وما لقاش بشر، وان هو كان الناجي الوحيد بعد ان افنت البشريه او تم تدمير البشريه كلها. الكلام ده عامل دوشه على السوشيال ميديا العالميه، وطبعا ده بيثير شهوه الناس اللي بتتكلم عن نهايه العالم والافلام اللي بتتكلم عن هذا الموضوع. في صوره انتشرت النهارده برضو للمطرب الفنان، مش عايز اقول مطرب، فنان مهرجانات حمو بيكا، وعليها تعليقات كتير قوي، لكن انا اثرني ايه اللي هو العجل. العجل طبعا في ناس كتير بتقول لك من هو العجل، من هو العجل. انا بقى ايه اثرني فيديو برضو انتشر لحمو بيكا، بيتكلم فيه ان هو بيجي له فلوس، جاله فلوس من ناس ما يعرفش من مين، يعني واحد ناس قابلوه ادوا له 300,000 جنيه واحنا بنشجعك واحنا بنمولك، ده بلسانه، والفيديو ده منتشر. انا ممكن كنت بكلمكم امبارح انه في تمويل بيحصل لناس على السوشيال ميديا، والتمويل ده من جهات كتير، قد تكون مش جهات اساسا يعني مباشره سياسيه، قد تكون من جهات بتلعب في الفن، بتلعب في السوشيال ميديا، بتلعب في المنوعات، في التهريج، في النكت، في السيرك، اي حاجه للتسليه، الانترتينمنت بيسموه، وبتديله فلوس وبتدعمه لانها عارفه ان ده هو ده احد الابواب اللي بتعمل غيبوبه عند الشعب المصري. بكلمكم جد، احد الحاجات. طيب اسمعوا كده الفيديو ده. من قيمه سنه كده حد اتصل بيا، انا ولا اعرفه ولا هو يعرفني، والله زي ما بكلمك وهما كلمتين اللي قالهم، انت فين؟ انا في الحته الفلانيه الساعه كذا في الحته الفلانيه، وراح باعت لي اللوكيشن، ما بيتكلمش معايا غير بالطريقه دي، انت فين؟ يلا سلام يلا سلام، ما بلحقش اقول له انت مين حتى. رحت رايح وخدت واحد معايا، قلت له تعالى عشان لو حصل معايا حاجه، ورحت رايح ورحت داخل قاعد مع الناس. دخلوا على الشنطه، خد الشنطه دي، قلت لهم لا، قالوا لي بس افتح الشنطه، بفتح الشنطه لقيت فيها فلوس. طب دي لايه؟ قالوا لي احنا عارفين انت داخل على جواز ومحتاج فلوس نهائي. ورخدت الفلوس وركبت العربيه بتاعتي وجالي تليفون تاني، اخدت الفلوس. طب عد انت عديت الفلوس؟ قلت له لا. قال لي طب عدها. رحت عديتها، قال لي كام؟ قلت له 300,000. طب يلا سلام. راح قافل السلم، رن على التليفون مقفول، اتقفل. كان قاعد معايا. انا نفسي حد يجي لي كده يا جماعه يقول لي تعالى خد فلوس وباي باي ويقفل التليفون. طبعا كلام بالمناسبه انا مصدقه، هو بيتكلم صدق، لكن انا عندي مليون علامه استفهام. هو از عندي مليون علامه استفهام، مين دول، مين وليه؟ يعني هو لا شك انه احد اسباب انهيار الذوق والذائقه الفنيه والذوقيه المصريه هذا المهرجانات بلا شك. يعني احنا عندنا مجالين لانهيار الذوق في مصر، السوشيال ميديا عموما ادت لانهيار الذوق بشكل عام يعني للاسف، لكن عندك اغاني المهرجانات وعندك فتاة التيك توك،
والتطبيقات بتاعتها الملحقة بها كلها بقى، دول أدوا لانهيار القيم في منظومة الأخلاق المصرية وانهيار الذوق الفني في كل حاجة. وإحنا بنحاول نقاوم ونوعي الناس، نقول له يا جماعة خدوا بالكم يا شباب يا أسر. وفي دراسة حد عملها في علم قسم اجتماع مش عارف جامعة المنصورة أو طنطا، إنه أغاني المهرجانات أدت إلى زيادة الإدمان، زيادة تعاطي الشباب للإدمان. والله العظيم أغاني المهرجانات أدت لزيادة تعاطي المخدرات عند الشباب وزيادة انهيار الأخلاق عند الأسرة. فعشان كده لما يقول لك حمو بيكا في واحد جالي وناس جولي بدل والدنيا قال لك 800,000 جنيه احنا بنساعدك بيهم، عشان هم عارفين ان ده بيؤدي الى تفتيت المناعه بتاعه المجتمع المصري، الاسره المصريه. ولو هو راجل يطلعوا مين دول؟ لو قال مين دول انا هشاك فوق راسي يا بيكا. انما وليه خدتهم؟ وكان لازم تبلغ. انت اي حد يجي يقول لك افرض الدرجه يعني في ايه؟ طبعا انا عشان عندي فقره طويلة يعني مش عايز اطول في الليلة دي، لكن انا بقول لكم انه اللي يشوف النهاردة ميركل وهي بتعيط، خد بالك هي بتقضي الفترة الاخيرة في حكمها يعني، وهتيجي وراها احداث تمسك رأس الدولة في المانيا على الفيضانات والاسر المشردة بسبب الفيضانات، لدرجة ان ميركل النهاردة قالت لا أجد كلمة في اللغة الألمانية تعبر عن الدمار الذي حدث. وده بسبب تغير المناخ والأضرار اللي حصلت والسكان. طبعا هم في الأماكن الشمالية واعتقد الشرقية كلها في ألمانيا أعلنوا حالة الطوارئ، لكن هوريكم فيديو قد إيه التدمير بتاع الفيضانات وصل لمجموعة كبيرة من القرى على الحدود الألمانية. بعد الفاصل هنستقبل فرقة الفرات ونهر الفراتي، واوعدكم بشويه مواهب حلوه هتعجبكم قوي، ونقضي وقت جميل ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد سعيد عليكم كلكم يا رب. والثامنه ومحمد الغيتي بعد الفاصل.